بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة يا شباب هنشرح افضل موقع للحصول على ار دي بي مجاني مدى الحياة، وبأكد لحضرتك على كلمة مدى الحياة، لان بكل بساطة يا شباب كل ما بتنتهي الخطة المجانية اللي احنا بنسجل فيها بنقدر بايميل مهمل اننا نسجل حساب تاني من جديد ونحصل على خطة مجانية تاني لمرة تانية. المميز في موقع النهاردة يا شباب انك بتقدر تختار الدولة اللي حضرتك عايز تفتح منها الجهاز الار دي بي، يعني مش مرتبط بدولة معينة، حضرتك تقدر تفتح من اي دولة انت عايزها. طب عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يا شباب، في البداية خليني اعرفكم بنفسي، انا احمد حمزاوي ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مرة تشوف القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. قبل ما نبدأ الشرح يا شباب خلينا نقول مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله، على بركة الله هنبدأ الشرح. طبعا يا شباب اي روابط هنذكرها في الشرح هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق، وغالبا هتكون في اول تعليق لان اليوتيوب في الفترة الاخيرة بدأ يحظر الروابط الخارجية في الوصف، عشان كده احنا اضطرينا ان احنا نغير مكان الروابط ونخليها في اول تعليق بيكون مثبت ان شاء الله، ده في حالة انك لقيت الروابط غير موجود في الوصف. بعد ما تضغط على الرابط هينقلك على صفحة المدونة بتاعتنا، هتلاقي فيها اولا رابط الموقع اللي قدامنا ده اللي هناخد منه الار دي بي المجاني، وهتلاقي ايضا رابط تاني للموقع اللي قدام حضرتك ده، وده موقع الايميلات المهملة او موقع الايميلات اللي احنا هنقدر نسجل بيها ايميل جديد او حساب جديد على موقع الار دي بي كل ما انتهت الفترة المجانية الخاصة بينا. في البداية هنروح على موقع الايميلات، وهنا المميز في الموقع ده يا شباب انك تقدر تعمل ايميل بمزاجك، يعني حضرتك تقدر تفصل ايميل على مزاجك بالاسم اللي انت عايزه بالضغط على كلمة جديد من هنا علامة الزائد دي، وبعد كده بتختار الاسم، على سبيل المثال اخترنا الاسم، وبتنزل هنا تختار المجال او الدومين اللي حضرتك عايزه على الايميل بتاعك. على سبيل المثال هنختار اي دومين زي ما حضرتك شايف كده واقول له انشاء. زي ما حضرتكم شايفين هو انشا لي الايميل اللي انا عايزه، ولو جات لك اي رسائل على الايميل ده حضرتك بتضغط على كلمه تحديث من هنا وبتظهر لك الرسائل الحديثه في علبه الوارد اللي حضرتك شايفها دي كده او الانبوكس. بعد ما عملنا الايميل يا شباب هنضغط على نسخ الايميل من هنا كده، وهنروح على الموقع اللي قدامكم دوت، ده الموقع اللي احنا هناخد منه الار دي بي. اول حاجه يا شباب هنبدا نسجل حساب في الموقع، هنضغط على ساين ان، بعد كده بينقلك على صفحة تسجيل الحساب زي ما حضرتك شايف. هنا تقدر تسجل عن طريق ايميل جوجل اللي حضرتك مسجل بيه على المتصفح بضغطة واحدة هنا، وممكن تسجل عن طريق موقع الايميلات او الايميلات المهملة زي ما قلنا علشان نقدر نسجل حساب تاني من جديد. وهضيف الايميل اللي انا اخدته من موقع الايميلات. بعد ما ضفنا الايميل هنبدا نضيف باسورد، وهنضيف الباسورد مره ثانيه، وبعد كده هنضغط على ساين اب، ودي كباتشه بسيطه كده بتظهر لك علشان بس انت سجلت بايميل مهمل، ولكن لو سجلت بايميل جوجل هتخش على حسابك على طول مباشره. وهنا جايب لك صوره بغبغان بيقول لك اضغط على صوره البغبغان موجوده هنا، فبنضغط هنا كده وهنضغط على التالي. تمام كده شباب تم التحقيق. بعد كده هنضغط على حفظ كلمه المرور. هنا زي ما حضرتك شايف بيسالك ما هو السبب الرئيسي لاستخدام جولوجين، هنقول له مثلا التعامل مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعدده زي تويتر وفيسبوك ويوتيوب وما شابه. ما هو الدور الذي تلعب في مؤسستك؟ هنقول له مثلا الرئيس التنفيذي. كم عدد الحسابات التي تخطط لامتلاكها؟ اقل من 50. وهنا بنضغط على نعم. بعد كده بيقول لك كيف سمعت عنا؟ نقول له مثلا فيديو يوتيوب. بعد ما جاوبنا على كل الاسئله اللي طلبها مننا شباب بتفتح معانا الصفحه دي كده، وكده حضرتك جاهز لاستخدام الار دي بي. علشان تبدا تستخدم الار دي بي من داخل الموقع هنضغط على اد بروفايل من هنا، بتفتح معانا حضرتك الصفحه اللي حضرتك شايفها دي كده. بنيجي في المكان ده يا شباب بنضيف اسم للبروفايل بتاعنا اللي احنا هنشتغل بيه، على سبيل المثال انا اضفت الاسم ده، وبتنزل تحت هنا حضرتك بتتاكد ان انت على بروكسي، وبعد كده بتختار جولوجين بروكسي، وبتنزل هنا حضرتك بتضغط على المربع ده بتفتح لك الدول المتاحه داخل ار دي بي اللي تقدر تستخدم منها ار دي بي زي ما حضرتك شايف. عشان كده في بدايه الفيديو كنت بقول لحضرتك انك في كل مره هتسجل فيها بروفايل او هتسجل دخول على الموقع هتقدر ان انت تغير الدولة بكل سهولة وتستخدم ار دي بي جديد في دولة جديدة خالص. فهنا شباب على سبيل المثال انا هختار الولايات المتحدة، هننزل لتحت كده شوية وهلاقي يونايتد ستيتس اخر دولة، اختار الولايات المتحدة زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما اخترنا الدولة يا شباب هنضغط على اوفر فيو، وهنا حضرتك بتختار نظام التشغيل اللي حضرتك عايزه، يعني كان اندرويد
او لينكس او ماك او ويندوز. طبعا انا بفضل ويندوز، هختار ويندوز. وبعد ما اخترنا نظام التشغيل يا شباب، اخر حاجة هنضغط على كريت بروفايل، وكده حضرتك هتحصل على RDP مجاني مدى الحياة. زي ما حضرتك شايف هنا البروفايل من دولة امريكا وشعار الدولة موجود. عشان نبدأ نفتح البروفايل هنضغط على ران من هنا، وهننتظر ثواني لغاية ما بتظهر معانا كلمة فيو بالشكل ده. ولو لاحظت هنا حضرتك بيقولك انك معاك خطة لمدة 7 ايام مجانا، فاحنا بعد ال7 ايام دولت حضرتك تقدر تسجل حساب تاني من جديد بنفس الطريقة اللي سجلنا بيها، وتقدر تعمل اكتر من بروفايل داخل الحساب الواحد. وعلى سبيل المثال دلوقتي علشان نبدأ نشغل الجهاز، زي ما قلنا هنضغط على كلمة ران في الاول، وبعد كده هتظهر كلمة فيو، هنضغط على فيو، وكده هيبدا يفتح معانا الجهاز زي ما حضرتك هتشوف. هنا بيقول لك الاطلاع على النصوص والصور التي تنسخها ملحوظه، اديله السماح بالاذن ده علشان تقدر تنسخ من جهازك للجهاز اللي حضرتك فتحته، فهنديله السماح. وزي ما حضرتك شايف هنا فتح معاك المتصفح، متصفح جوجل كروم، وهو الار دي بي اصلا هنا عباره عن متصفح حضرتك بتفتحه وبتقدر تستخدمه زي ما انت عايز، ومن دوله امريكا. طب تعال نشوف الجهاز ده فاتح منين ونتاكد من اللوكيشن مع بعض. هنكتب في محرك البحث ماي اي بي ادريس زي ما حضراتكم شايفين كده، هنضغط على بحث، هنختار اول هايبر لينك، وزي ما حضراتكم شايفين يونايتد ستيتس والولايه نيو جيرسي، وادي الاي بي، يعني احنا كده فاتحين من الولايات المتحده. طب يا شباب احنا نقدر نعمل بروفايل تاني ونسيب البروفايل ده شغال زي ما هو. ده بروفايل من دوله امريكا، ودلوقتي انا هعمل بروفايل تاني من دوله تانيه قدام حضراتكم. علشان نعمل كده هنضغط على اد بروفايل، نفس الطريقه يا شباب هنتاكد ان احنا على بروكسي، وهنختار بولينج بروكسي، وبعد كده هنختار الدوله. يعني انا مثلا على سبيل المثال المره دي هختار يونايتد كينجدوم، المملكه المتحده. بعد كده هنضغط على اوفر فيو، واختار ويندوز ماك، اي حاجه حضرتك تقدر تختارها بكل سهوله مفيش مشكله. يعني مثلا لو اخترنا اندرويد، وبعد كده هنضغط على كرييت بروفايل، بيبدا البروفايل يجهز معايا زي ما حضرتك شايف من المملكه المتحده. علشان ابدا اشغل البروفايل دوت لازم اعمل ستوب للبروفايل الاولاني، يعني انا اعمل ستوب من هنا كده، كده البروفايل ده توقف، وبرده هو موجود معاك وجاهز للتشغيل. يعني حضرتك تقدر تعمل عده بروفايلات موجوده هنا معاك، وتقدر تشغل منها باستمرار وبتكرار. طب يا شباب اول ما بتظهر كلمه ران قدام البروفايل كده بنضغط عليها، وبننتظر لما تظهر كلمة فيو هنا. زي ما قلنا شباب اول ما بتظهر عندك كلمة فيو قدام البروفايل تقدر تضغط عليها وتستخدم البروفايل بكل سهولة. طبعا زي ما قلنا شباب انت معاك خطة مجانية لمدة 7 ايام، تقدر تعمل بروفايلات زي ما انت عايز وتستخدمها من اي دولة حضرتك تختارها ومن كل الدول زي ما انت عايز. وبعد كده وبعد ما بتنتهي الخطة المجانية بتقدر تروح تاني على موقع ولد الايميلات وتغير الايميل، تختار ايميل جديد وتبدأ تسجل حساب تاني من جديد تستخدم بيه الخطط على الموقع. كده شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة. ياريت لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، وتشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.